بمناسبة هذا عاشوراء كان إقبال الحمد لله على شيء ديال الفواكه الجافة. بالنسبة للقرقاع، اللوز، التمر، الزبيب، كاين فواكه فروي، كاين شريحة، كاين بيستاج، أكاجو، كاين إقبال الحمد لله وأثمنة مناسبة. منطقة الجنوب ديال أسفي حاجة مليحة ديال، وكاين بالنسبة لي هنا عاوتاني بالججلان، كاين بلا ججلان، كلشي بنادم كياخذ شوية شوية، كل واحد كياخذ على حساب الاستطاعة ديالو. أثمنة مناسبة، اللوز كاين 90، كاين 95، القرقاع كيدير 120. بالنسبة للتمر تا هو فيه أشكال، فيه 30، فيه 40، فيه 20، على حسب كل حاجة وعلى حسب الأنواع ديالها. ملي كتقرب هذه المناسبة كيطلع شوية الأسعار شوية. كاين تعارج، كاين داكشي ديال البخور عاوتاني بالنسبة للشبة والحرمل وداكشي، في هذه المناسبة ضروري بنادم كيدير شوية الشبة والحرمل والقزبر وداكشي ديال البخور. داكشي العادي، ماشي شي حاجة داكشي ديال التعويد، داكشي ما خدامش. بالنسبة لداكشي التعويد ما كاين اللي كيدير عاوتاني داكشي ديال اللون وداكشي ديال التخربيق اللي سميتو عليه، ولكن داكشي ما خدامش. بالنسبة للإنسان العادي كيدي الشبة والحرمل والقزبر داكشي ديال الجاوي بالنسبة لحساب المناسبة، كيبي يدير شوية ديال الباروك وصافي. عندهم كاين لو العقلية على حساب العقلية ديال بنادم، كاين بزاف الناس كيبغيو داكشي ولكن داكشي ما خدامش، يعني كلها على حساب كياخذ على حساب داكشي اللي بغا هو. كاينين عيالات، كاين رجال، كاين نساء، كاين بزاف، كاين دريات، بزاف الحوايج كيدعوا لهادشي بزاف ولكن داكشي ما كيعطيش. ها